بالنسبة للصعوبات إنه هو إنه كنت كل أي جهة بدي أروح أقدم لمعاملة أو إشي إنه بنتها تقدم رخصة إسعاف بليش طيب بصر إيش يعني كان في تعليقات سلبية وتعليقات إيجابية وكملت وكانت فترة لأنه أنا زي ما قلت إنه قدمت فترة الكورونا فصار في تأجيل كتير للموضوع يعني الموضوع المفروض ياخد أقل من سنتين أنا أخذ معي سنتين هلأ أكيد أنا مدام اخترت إني أكون سائقة إسعاف إنه راح أتعرض لكتير مواقف وإنه راح أطلع في كتير حالات وكتير مواجهات وأنا يعني إذا ما كنت قد هذا الإشي ما كان طلعت رخصة الإسعاف وأنا يعني طلعت رخصة الإسعاف عشان أساعد وطني وعشان أكون دعم لوطني اللي هو لما يصير مواجهات حالات أنا أول حدا راح أكون طبعا يعني لأنه هيك تطلب مهنتي يعني سائقة إسعاف يعني أنا بدي أطلع على كل الحالات وكل الإصابات وأي حادث بصير أو أي يعني موقف بيستدعي إنه يكون في سيارة إسعاف أنا أكيد راح أكون أول واحدة وألم بالندى يعني أنا وظيفتي إني أكون أساعد الكل يعني وأكون مع الكل يعني مش لفئة معينة ولا لحدث معين يعني في كل الحالات في كل الأحداث كله راح أكون موجود إن شاء الله هلا أول إشي بفكر إنه أنا حالياً مسؤولة عن أرواح رح أكون مسؤولة عن أرواح ورح أكون مسؤولة عن حالي حتى كمان إنه غير الأرواح اللي أنا رايح عليها عشان أنقذها في أرواح في الشوارع يعني أنا بدي أكون حذرة في القيادة إنه مش أنا رايح لحادث يصير معي كمان حادث فأنا رح أكون إنه أهم إشي الحذر وإنه القوة والشجاعة